في القائمه الثانيه كما ينبغي، وبالتالي اسلام سليماني مضطر للبقاء في القائمه الثانيه. كرة تسترجع الجزائرية وانطلاقة من فغولي، فغولي مع اسلام، وصلته اسلام، خطيرة، اسلام يا اسلام، يرجع لفغولي، اوبا با با با، الهدف، جول 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 يا سفيان، الله الله عليك يا سفيان يا فغولي، الله عليك يا سلام يا سفيان، يحرر الحناجر سفيان فغولي ويعدل النتيجة، هدف وزنه من ذهب بل من الألماس، يا سلام عليك يا سفيان، راح إسلام مرر لسفيان، سجل فغولي هدف من ذهب لصرع المنتخب الجزائري، عدل النتيجة مسجلا هدفه الخامس في تاريخه في مشواره مع الجزائر، استرجع إسلام مررها له سفيان، رجعها له إسلام لسفيان، يا لها على هذا الهدف، با 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 با، حطها في الزاوية الفارغة من هناك، إسلام سليماني ببراعة يرجع لفغولي، يراوغ فغولي، يسدد فغولي، يسجل فغولي، هدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري، يا سلام، هدف من ذهب في بداية المباراة، المنتخب الجزائري في عهد علي لوزيج ولا مرة لم يسجل خارج الديار. باناندكي تيجري الركنية من سفير طايدر، وبابا جول 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 جول، قلت لك يا سفير يا طايدر، أول مرة تنفذ ركنية في المباراة ويأتي الهدف الثاني، يلا يا سفير يا سلام عليك، جول سفير طايدر يعدل النتيجة من بعيد، يفعلها الرجال في بوركينا فاسو ويسجلون هدفا ثانيا، طايدر وكارل مجاني لأول مرة في حياته يسجل هدف مع المنتخب بعد 23 مباراة، هذا هو هدفك الأول والوحيد ولكنه الأغلى في حياتك، هدفان لمثلهما في واغادوغو، ركنية طايدر ورأسية كارل مجاني، الهدف الثاني للخضر، النتيجة متعادلة، يا سلام يا سلام يا سلام على الخضر، هدف ثاني قاتل رائع، هدف ثاني رائع وممتاز، خمس دقائق بعد ما سجل البوركينابيون الجزائريون يعدلون النتيجة، هدفان لمثلهما كارل مجاني، أول أهدافه في حياته مع الخضر يكون في بوركينا فاسو أمام البوركينا في المباراة الفاصلة لكأس العالم في الدقيقة 70، لم يبقى